ندخل مع حضرتك في تفاصيل المؤتمر الدولي ده والغرض منه، ونقف بس شوية عند الرياضة نفسها، ونستسمح سيادتك تعرف للناس برضو شوية تفاصيل خاصة بيها حتى يعني على سبيل النشر، وطبعا ده الهدف السامي اللي انتم بتسعوا ليه في الفتره الاخيره. طبعا يا فندم، وانا في البدايه اسمح لي ان انا اتوجه بالشكر لقناه الاهلي والعشر الصبح تحديدا، ان انتم بتدينا الفرصه لاطلاله على جمهور الرياضه والشريحه الاعظم جمهور الاهلي، ان احنا نتواصل مع الجمهور ونعمل عمليه نشر وتثقيف برياضه الملاحه في اطار جذب عناصر جديده لممارسه اللعبه. الحقيقه الملاحه الرياضيه او رياضه الترجل بالبوصله هي اسلوب حياه كلنا بنمارسها يوميا، انا وانت ومريم. حضرتك لما بتروح مول ما بتركن في الباركينج تحت، تاخد رقم الباكيه، رقم الدور، البوابه رقم كذا، جنب صيدليه كذا، جنب ستور كذا، بتحدد لنفسك نقط عشان لما ترجع لعربيتك تتخلص الشوبينج بتاعك او اي مشكله. معظمنا ما بيعرفش يرجع لها النقط بتاعي، بتوه يا فندم. بترجع لها، ده الطبيعي اللي احنا بنمارسه في حياتنا اليوميه كلنا. فدي ملاحه، هي في الاساس فن الانتقال من نقطة لنقطة وأكثر على شريحة محددة من الأرض في أسرع وقت ممكن، فقط باستخدام البوصلة والخريطة. عجبني قوي المثال الحقيقة، اكزامبل كلنا بنقع فيه. كلنا دايما طول الوقت نفضل نصور في الباكيات بتاعت الباركينج. لو لقيت ملاحة هتعرفي ترجعي المكان. فكرة النافيجيشن عموما ممكن تبقى في أذهان كتير من الناس مرتبطة بالبحر. بالظبط كده، من النشاطات البحريه. هي الملاحه الرياضيه مشتقه من الملاحه بشكل عام. الملاحه بشكل عام هي فن التوجيه، التوجيه وليس التوجه. بوجه طياره، بوجه مركبه، بوجه قطار، بوجه ايا كان، لكن الرياضه الملاحه الرياضيه هي فن التوجه. انا اللي بتوجه، انا اللي بمسك بوصلتي وخريطتي وبستعين بالمعالم الطبيعيه واتحرك من نقطه لنقطه واكثر. فقط تاني باكد عليها تاني، البوصله والخريطه هي لعبه اعمال العقل. المكون الاساسي في اللعبه دي هو مكون من القدرات العقليه والذهنيه والمعرفيه بنسبه تفوق ال 60%. يليها بتمارس في اطار تنافسي طبعا. طبعا يليها هيتمارس شقين، شق ترويحي سبورتس اوف اول، والاطار التنافسي. وهي لعبه كل افراد الاسره من الجد للحفيد. من الجد الحفيد، من احنا المراحل السنيه طبقا لاجنده الاتحاد الدولي من 8 سنين ل 80 سنه. فهي لعبه زي ما اقول سيادتك، المكون الاساسي فيها عقلي وذهني ومعرفي، ثم يجي بنسبه 40% المكون القدرات البدنيه والفنيه والمهاريه. طيب سيادة اللواء، مهم جدا ان احنا نعرف من حضرتك قبل طبعا جهود الاتحاد المصري في نشر اللعبه في مصر، عايزين نتكلم اكتر عن الرياضه، يعني امتى انتشرت او امتى بدات عالميا وامتى بدات في مصر، يعني وكان كام سنه تحديدا ما بينهم. الحقيقه ودون مفاجاه، الملاحه الرياضيه موجوده في العالم منذ نهايه القرن قبل المنقضي. تمام، لان هي في الاساس رياضه عسكريه بتمثل احد اهم مهارات الفرد المقاتل. الفرد المقاتل دوت حتى مع وجود وسائل التوجيه الالكترونيه دلوقتي الجي بي اس ممكن تعطل في اي لحظه. طب الفرد المقاتل ده هيتحرك في مسرح العمليات ازاي؟ سواء هجوم او دفاع او حتى لا قدر الله انسحاب، بوصله وخريطه ومعالم طبيعيه. فهي موجوده في كل جيوش العالم من اكثر من 200 سنه. شفنا لها مشاهد كتير وفيديوهات كتير في الفتره الاخيره، متصوره بطيارات مسيره او حتى بالاقمار الصناعيه بعض الاحيان في الحرب الروسيه الاوكرانيه. دي حقيقة. وقتال فردي بين افراد من الجهتين. مهاره طبعا اساسيه، زي مهاره الرمايه هي مهاره الملاحه الرياضيه. واهميه هذه المهاره، كل جيوش العالم عملت فرق ومنتخبات ليها، وكان في ولا زالت تمارس بطوله العالم العسكريه للملاحه البريه. واحنا لينا فيها مشاركات. طبعا يا فندم. لكن ظهورها بشكل رياضي او بشكل مدني كان في بدايات 1929 في الدول الاسكندنافيه، بداوا يمارسوها بشكل مدني. الاتحاد الدولي تاسس 60، اول بطوله عالم سنه 64. انضمام مصر ودخول اللعبه في مصر بصراحه يرجع الفضل فيه لرحمه الله عليه العميد دكتور تامر مهنا، مؤسس ورئيس الاتحاد الاسبق. كان في بعثه تدريبيه تبع القوات المسلحه في المانيا، فلقى اولاده وبنات ماسكين بوصله وخريطه وبيلعبوا لعبه زي اللي احنا بنمارسها في القوات المسلحه. ايه ده يا جماعه؟ قال لك دي لعبه رياضيه اسمها الاورينتيرنج او رياضه توجه بالبوصله، وليها اتحاد الماني وليها اتحاد وطني. حلم وحقق هدفه
وهنا لا يفوتني برضو ان تحقيق هدفه ده كان فيه دور كبير جدا جدا داعم لي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الحالي، وقتما كان مساعدا لوزير الشباب والرياضه، كان داعم لتامر مهنا رحمه الله الله عليه في تحقيق حلمه. وبالفعل ولد الاتحاد المصري للملاحه الرياضيه او لرياضه توجب البوصله في نهايات 2016 بدايات 2017، واتحاد ولد عملاقا. بس برضو فندم يعني التواريخ اللي حضرتك تفضلت بذكرها تدينا انطباع ان كان في قصور ما في مساله نشر الرياضه دي في ازمنه سابقه، بدليل ان احنا لغايه النهارده اعتقد برضو حضرتك اكيد سيدي العارفين ممكن تلاقي المسمى نفسه غريب شويه بالنسبه للبعض من الناس، مش متعودين ان هم يسمعوه، مش متعودين بطبيعه الحال ان هم يشوفوا له بطولات او منافسات. فالمهمه بالنسبه لكم هتبقى الى حد ما مش سهله في مساله نشر الرياضه دي. صعبه جدا اكيد. طب صعوبتها جايه من فين؟ لانك انت مش امكانيات والله. امال ثقافه. انت بتغير في ثقافه مجتمع. بتغير في ثقافه مجتمع. كل اولادنا وبناتنا للاسف دلوقتي الالعاب الالكترونيه، مع كامل احترامي طبعا للاستاذ شريف عبدالله رئيس الاتحاد المصري للرياضات الالكترونيه، ولو ان في بروتوكول للتعاون ما بيننا وما بين بعض عشان اجذب الولاد للملاحه الرياضيه من خلال الالعاب الالكترونيه. وشغالين في هذا الصدد برضه بدعم كبير جدا من دكتور اشرف صبحي. لكن هي فعلا التحدي الاعظم ثقافه. بمقدار نجاحنا في ترسيخ ثقافه الاورينتيرنج او الملاحه الرياضيه بمقدار ما هننجح في نشر اللعبه، لكن عبء تقيل لان اولادنا وبناتنا دلوقتي شويه كساله. انا ايه اللي هيخليني احفظ ملزمه من 120 ورقه فيها رموز ومصطلحات واوجه بوصله واجري وجبل ورمله تحدي بس لابد منه. تحقيق الهدف الاسمى، اعمال العقل اللي ربنا امرنا بيه، الى جانب بعد تاني خطير، الملاحه بتنمي العديد من السمات والقدرات الشخصيه لفرد الممارس. تنميه القدره على اتخاذ القرار، الاختيار ما بين بدائل، اداره الوقت، اداره الازمات وغيرها، والثبات الانفعالي وغيرها كتير جدا. انا بنصح لكل اب وكل ام يحاول يمارس معانا الملاحه الرياضيه ويجيب ابنه في ايده، بنته في ايده، وهيستمتع. خدتوا اي خطوه